المفروض ان احنا يعني نبتدي بالفكرة اصلا اللي جت النهاردة. واولا طبعا بداية حديثي اشكر الرئيس الهيئة تنشيط السياحة الاستاذ سامي محمود على تشرفه معنا، ايضا المستشار فوزي الغول وهو احد يعني الأعمدة الجيدة في الإعلام العربي، وهو كمستشار بدرجة وزير في جامعة الدول العربية سند لكل المنظمات العاملة والمهتمة بالشأن الإعلامي، ووجود النهاردة تشريف لكل إعلامي في مصر. أشكرك. طبعا الفنان السعودي ده مش هقدر أحييه لأنه صاحب الليلة وابننا وصديقنا المحترم الأستاذ عبد الله العام، الفنان عبد الله العامر كفنان. وأنا الحقيقة بداية بس كلمة صغيرة على موضوع الأستاذ عبد الله العامر. عبد الله العامر الحقيقة كان مفاجأة بالنسبة لي، لأن أنا الحقيقة لما التقيت به كفنان وإذا به يحمل هموم دولة ومملكة العربية السعودية في مسألة السياحة. معروف على المملكة العربية السعودية ان هي فيها احسن واقوى سياحة في الكرة الارضية كلها، وهي السياحة الدينية. ابتدى يشتغل في مسألة تنشيط السياحة في السعودية من خلال افلام ومن خلال عمل فني جيد، خد عليه كمية جوائز رهيبة جدا. وفي هذا الفيلم اللي هو النماص، الحقيقة يمكن انا اول واحد اعجبت بهذا الفيلم لسبب، لانه لاول مرة اشوف مناطق ساحرة وجميلة في المملكة العربية السعودية. ومن هنا فكرنا ازاي النهاردة البلاد العربية كلها ما تعرفش عن بعضها اي حاجة. يعني النهاردة اللي احنا مشهورين بيه مثلا الهرم، في حاجات ما يعرفهاش السائح العربي عن مصر، فدي مهمتنا الجديدة. وفي ايضا في ناس كتيرة جدا ما تعرفش عن اي شيء بالنسبة للسعودية، فدي برضو ايضا مهمتنا. ومهمة دي بداية اللي هو المهرجان القاهرة، لا احنا بدلناه، كان اسمه مهرجان القاهرة للإعلام السياحي، بقى حاليا دلوقتي المهرجان العربي للإعلام السياحي.